قلب العاصمة المغربية الرباط، وفي الطريق للقاء مدير عام منظمة دول العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، كان أول ما لفت نظرنا هو الطابع الأندلسي البديع المنتشر في كل مكان. ممثل 54 دولة، عضو في المنظمة المعنية بتحديث وتطوير ونشر العلوم والثقافة، حضروا من بلدهم إلى الرباط لحضور فعاليات الاحتفال بمعرض ومتحف السيرة النبوية والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي عقد على هامش الاحتفال. المتحف الذي ضم مقتنيات تاريخية قدم لأول مرة صورة عصرية بأحدث التكنولوجيا لملامح السيرة وأماكنها وحكاياتها العطرة. كان حديثنا في البرنامج هذه المرة من الرباط مع مدير عام منظمة دول العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، المعروفة اختصاراً باسم الإسيسيكو، الشاعر والمثقف العربي الدكتور سالم المالك.